Hello everybody, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace be upon you. معاكم مستر محمد طلحة. شكل موعدناكم إن شاء الله بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة هنبدأ إن شاء الله كورساتنا واللي هنبتديها من أول التأسيس لغاية الاحتراف إن شاء الله، وده بالإضافة إن شاء الله لشروحات المناهج بتاعتنا واللي هنبتديها إن شاء الله من بداية العام وحتى نهاية العام لغاية الامتحانات إن شاء الله. لو لسه ما اشتركتش في القناة يلا بسرعة اشترك ويلا فعل الجرس عشان يوصلك كل الشروحات وكل الحاجات ان شاء الله اللي انت محتاجها ان انجليش هتلاقيها ان شاء الله على القناة دي. النهاردة ان شاء الله بنبتدي كورس التأسيس، وده بنبتدي من اول الحروف خالص. طبعا الحروف دي اول حاجة لازم اتعلمها في اي لغة، واللي من خلالها ان شاء الله بنبدأ نكون words كلمات، ومن خلال الكلمات بنبدأ نكون sentences يعني جمل. في الكورس ده إن شاء الله هنتعلم how to pronounce and write the letters، إزاي ننطق وإزاي نكتب الحروف بشكل سليم. So let's get started. يلا نبدأ. طبعا يا جماعة الكورس ده مش للأطفال بس، ولكن لكل اللي عايز يتعلم الإنجليزي from the beginning من البداية. طبعا عشان أتعلم أي لغة لازم في الأول أعرف الحروف بتاعت اللغة دي. يعني لو أنا هتعلم لغة عربية يبقى لازم أعرف حروف اللغة العربية، هتعلم لغة إنجليزية يبقى هعرف حروف اللغة الإنجليزية، هتعلم أي لغة لازم في البداية أعرف حروف اللغة دي. طيب لو إحنا شفنا الإنجليش في الإنجليزي how many letters are there in English؟ كم عدد حروف اللغة الإنجليزية؟ هلاقي إن هما 26 letters يعني 26 حرف. قبل كل حاجة لازم أعرف إن الحروف بتاعتي ليها أسماء وليها أصوات، يبقى لازم أفرق بين اسم الحرف وصوت الحرف، اسم الحرف تاني وصوت الحرف. تاني حاجة لازم أعرف how to write the letter، إزاي أكتب الحرف ده. طبعا شكل ما قلنا في الانجليزي عندنا 26 letters 26 حرف بينكتبوا بطريقة معينة، وعشان اكتب بشكل كويس لازم اكون عارف ان الكراسة بتاعتي او الدفتر بتاعي بيكون بالشكل ده، اما ان يكون اربع سطور او بيكون ثلاث سطور او بيكون سطرين. وكمان ان شاء الله هعلمك النهاردة ازاي حتى تكتب لو سطر واحد وبخط كويس، وازاي بكتب على السطر ده او ازاي بكتب على السطرين او ازاي بكتب على الثلاث سطور او الاربع سطور. طبعا هو بيجيب لي السطور دي بحيث انه بيعلمني امشي ازاي على السطور، يمين شمال اطلع فوق انزل تحت اعمل دايرة ازاي اعمل نص دايرة ازاي، الكلام ده كله مرتبط بالسطور دي. طبعا الاساس الانجليش الاساس في اللغة الانجليزية هما التو لاينز دول، السطرين دول. طب امال ايه حكايه الثلاثه؟ قال لي عادي جدا، هو بيعرفك بس تبدا منين وتنزل فين. طب اربع سطور، طب يا ترى الاربع سطور دول ليه؟ قال لي عشان يعرفني اللي بيطلع فوق السطرين او اللي بينزل تحت السطرين، فبيبقى ليه حدود معينه يعني ما انزلش قوي او اطلع قوي. طبعا شكل ما قلنا ان الكراسه بتاعت الانجليزي هتلاقيها يا اما اربع سطور بالمنظر ده، يا اما ثلاث سطور، يا اما سطرين. قلت لي يهمني السطرين، وانا قلت لك ان شاء الله مش هنتعلم بس ازاي نكتب على السطرين او ثلاثه واربعه، لا ده انا ازاي اكتب كمان على السطر الواحد يعني شكل كراسه العربي. طبعا في البدايه لو انا بتعلم انجليزي جديد او بتعلم كتابه جديد او بعلم طفلي الكتابه جديد لازم اعرفه طالما احنا بنكتب انجلش انجليزي يبقى لازم ايدي موف تتحرك from the left to the right، يعني من الشمال لليمين. دايما عود طفلي ان ايدي ماشيه من الشمال لليمين، ما عودوش ابدا ان انا امشي من اليمين للشمال. يبقى هنا لازم انا بتعلم انجليزي جديد او الطفل بيتعلم انجليزي جديد لازم اعوده ان انا همشي خلاص من الشمال لليمين، كل حركتي تبقى من الشمال لليمين مش من اليمين للشمال. تاني حاجة لازم حركة الحروف الوقفة دي لازم تكون from the top to the bottom، يعني من فوق لتحت. يعني أنا عندي الأربع سطور دول لازم أعود طفلي يعني إيه سطر، ويعني إيه بداية السطر، ويعني إيه أنزل على السطر، ويعني إيه ألمس السطور. قلنا الأساس يا جماعة هما السطرين اللي أنا بكتب عليهم،
ممكن ثلاثة ماشي، ممكن أربعة ماشي. طيب هنا لازم أعود طفلي أو أنا أتعود على الحركات بين السطور. يعني ممكن أعود طفلي إن هو يعمل standing lines like that، يعني خطوط واقفة شكل ده كده، وإزاي يوصل بين سطرين، وإزاي يوصل بين ثلاث سطور، أعرفه يعني إيه يوصل بين السطر أو السطرين أو الثلاثة، يعني أعرفه الحدود، أعرفه بيطلع ولا بينزل، وأعرفه إزاي ألمس السطر الأولاني، طب ألمس السطر الثاني، ألمس السطر الثالث، ألمس السطر الرابع، أو إن أنا أخليه يعمل sleeping lines like that، يعني أخليه يعمل خطوط نايمة شكل كده، 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 أخليه يمشي على السطر بالمنظر ده، أو إن أنا أخليه يعمل diagonal line، diagonal line يعني خطوط مايلة، سواء مايلة يمين أو مايلة شمال، وأخلي بالي إن دايماً أعود طفلي أو أعود ابني أو أعود نفسي إن وأنا بكتب الخطوط المايلة دايماً أنا جاي من فوق لتحت بالمنظر ده، بالمنظر ده، سواء أنا حميل شمال أو حميل يمين، يبقى جاي من فوق لتحت، من فوق لتحت، من فوق لتحت، أو العكس كده برضو من فوق لتحت، من فوق لتحت بالمنظر ده، من فوق لتحت بالمنظر ده، بالمنظر ده، لو أنا بعمل diagonal line يعني خط مائل. طيب برضو شكل ما قلت لازم أعود ابني أو أنا أتعود إن أنا بمشي دايما من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، يعني وانا باجي اعمل sleeping lines ما اعملوش كده، خطا، ما اعملوش كده، خطا، يبقى انا كده بمشي من اليمين للشمال، لا، اعود طفلي دايما او انا اتعود دايما ان انا بمشي من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، from the left to the right، from the left to the right. طيب وانا جاي اعمل دواير أو أنا جاي أعمل سيركلز، قال لي نفس الكلام، لو أنا بعمل سيركلز لازم أعود طفلي إن أنا كده from the left to the right، ماشي إزاي؟ وأعود طفلي إزاي إن أنا بعمل big circle وإزاي ألمس بيها حدود الثلاث سطور بالمنظر ده؟ أو إن أنا ألمس السطرين بالمنظر ده، بالمنظر ده، بالمنظر ده. طيب لو أنا بعمل زجزاج like that، طالع نازل طالع نازل، شوف انا بمشي من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، يبقى انا بعود طفلي دايما ان انا بمشي من الشمال لليمين، بعود طفلي دايما ان انا بمشي من الشمال لليمين. يبقى هي الفكره هنا ان انا بتعود، يعني ايه سطور، يعني ايه المس سطر اولاني، يعني ايه المس سطر تاني، يعني ايه اطلع فوق السطر، يعني ايه انزل تحت السطر، يعني ايه امشي from the left to the right، يعني ازاي امشي من الشمال لليمين. يبقى هنا لازم اعرف الانجليش، طالما انا هكتب انجليزي يبقى I must go from the left to the right، يعني لازم حركتي كلها تبقى من الشمال لليمين مش من اليمين للشمال. ودايما لما اجي اكتب الستاندينج ليترز يعني حروف فيها خطوط واقفة، يبقى لازم أنا جاي من فوق from the top to the bottom، من فوق لتحت، اوعى تعود طفلك إن هو يطلع من تحت لفوق بالمنظر ده. طيب تعال نشوف أول letter معانا النهاردة، أول حرف معانا النهاردة هو حرف الـ A، 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 وخلي بالك اسمه A ما اسموش A، ما عندناش الإنجليش ايه، لا 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 تاني، ما عندناش الانجليش ايه، اتس اي، اي يعني ما عندناش كيه، عندنا كي، كي، ما عندناش جيه، عندنا جي، جي. فلما واحد يجي يقول لي وهو كذلك ما تقولوش اوكي، ما عندناش الانجليش اوكي، اسمها اوكي، 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 لان حرف الكي
اسمه كاي ما اسمهش كاي. طيب تعال نشوف the first letter، أول حرف معانا النهاردة وهو the letter A. A يبقى اسم ال letter هنا A. طب ال sound A A A. يبقى هنا لازم أتعلم أو أعلم طفلي إن في فرق بين اسم الحرف وصوت الحرف. اسم الحرف ساعات بيبقى هو نفس الصوت أو بيختلف عنه. يبقى the letter is A but the sound is A A A. Again, the letter is A but the sound is A A A. في البداية لازم أعرف طفلي أو أنا أعرف إن in a letter in English أي حرف في الإنجليزي ليه uppercase and lowercase أو capital and small أو big and small، يعني حرف كبير وحرف صغير. يعني كل حرف in English كل حرف في الإنجليزي ليه two forms، شكلين اتنين بكتبه بيهم. تعال نشوف حرف ال A معانا النهاردة. تاني أنا بأكد اسمه A ما اسموش A. طيب تعال نشوف حرف ال A إزاي هكتبه على السطور بتاعتي. تعال نشوف أول حاجة ال four lines الأربع سطور. لما بيديني أربع سطور في الكراسة أنا اللي يهمني السطرين اللي في النص. السطور اللي فوق هي الفكرة بتاعتهم فقط، هو إن أنا ما أطلعش عنهم أو أنزل عنهم لما الحروف تطلع فوق السطرين أو تنزل تحت سوري السطرين. طيب تعال نشوف حرف الـ A how I write it، إزاي أكتبه in English. يبقى هنا وأنا جاي أعلم ابني أو أنا أتعلم إزاي أكتب الحرف هقول لك يبقى لازم نبدأ from the top، من فوق، من السطر اللي فوق خالص، السطر الأولاني. So I'll make a diagonal line وانزل تحت بخط مايل على السطر الثالث، السطر الثالث بالمنظر ده. طيب لو عايز اعود ابني ان هو يرجع على نفس السطر مفيش مشكله. وبعدين from the top من فوق من السطر الاولاني هعمل diagonal line يعني خط مايل في الاتجاه الثاني. برضه هوصل للسطر الثالث واقول له ما تنزلش تحت للسطر الرابع. وبعدين هعمل sleeping line بين السطرين وعلى السطر التاني بالمنظر ده. وخلي بالك انا بمشي كده from the left to the right. So it's A capital. A capital. طيب again تعال نشوف مرة تانية. Diagonal line from the top من فوق من السطر الثالث انزل على السطر الثالث، السطر الاولاني سوري، انزل على السطر الثالث. وبعدين انزل من فوق برضه from the top من نفس النقطة انزل على السطر الثالث. وبعدين ال sleeping line على السطر الثاني، ال sleeping line على السطر الثاني. So it's A capital. A capital. A capital. Again from the top من السطر الاولاني انزل على السطر الثالث ب diagonal line يعني خط مايل، وبعدين خط مايل in the other direction في الاتجاه الثاني. وبعدين sleeping line هنا، sleeping line بالمنظر ده. This is A capital. A capital. طيب لو على الثلاث سطور هي نفس الفكره، هو حذف السطر الرابع، حذف السطر الرابع. طيب يبقى from the top من فوق انزل بدايجونال لاين على السطر تحتاني، وبعدين another diagonal line the other direction في الاتجاه التاني. وبعدين from the left to the right اعود ابني انه يمشي من الشمال لليمين مش من اليمين للشمال. So from the left to the right. Again لو انا عندي سطرين اتنين two lines قال لي نفس الفكره، لما اجي اقول لابني ازاي هكتب ال A capital على السطرين هقول له هاجي from the top من فوق السطرين، من فوق السطرين،
وبعدين انزل على السطر التحتاني بالمنظر ده، وبعدين هاجي برضو من فوق السطرين من نفس النقطة وانزل على السطر التحتاني the other direction في الاتجاه التاني، وبعدين ادي السليبنج لاين الخط المايل. خلي بالك بمشي from the left to the right من الشمال لليمين. Again from the top من فوق السطرين، اوعى تنسى. اوكي طيب تعال نشوف لو هو على سطر واحد، يعني انا بكتب في كراسه شكل كراسه عربي مثلا، هو مديني سطر واحد، هقول لك any capital letter or any uppercase letter، اي حرف كابيتال اوعى تنزله ابدا عن السطر ده، عمره ما ينزل عن السطر الواحد ابدا. فور اكزامبل على سبيل المثال هقول لك هاجي من فوق وانزل على السطر، وبعدين انزل على السطر the other direction، وبعدين اروح from the left to the right بالمنظر ده. تاني لو عايز ترجع بالمنظر ده مفيش مشكله، عشان تروح للتوب تاني وتنزل كده. طيب اكتبها كده يعني هل امشي from the right to the left؟ هقول لك لا، ما تعودش ابنك ابدا او انت تتعود انك تمشي من اليمين للشمال، لازم دايما تخليك from the left to the right من الشمال لليمين. ده بالنسبه لل A capital or upper case A، A capital او A الكبير. شكل ما قلنا انا لازم اعود ابني او انا اتعود ان كل حرف in a letter in English ليه two shapes، واحد lower case والتاني upper case، or upper case والتاني lower case، big and small، capital and small. طيب ده بالنسبة لل A capital، تعال نشوف ال A small. حرف ال A صغير أو ال lower case A. طيب قال لي when I write the lower case A، لما أجي أكتب ال A small قال لي هكتبه بالمنظر ده. أنا قلت ليه مين يا جماعة؟ السطرين اللي في النص لو هم أربع سطور هيبقى السطرين اللي في النص، ولازم أعلق ابني إن معظم small letters بتبقى ما بين السطرين اللي في النص أو ما بين السطرين. لما اجي اكتب الاي سمول هعمل هاف ا سيركل، شوف انا بمشي ازاي، هاف ا سيركل لايك ذات اند ستاندينج لاين لايك ذات اتس اي سمول اجين هاف ا سيركل اتس لايك سي اند ستاندينج لاين. وهنا لازم اوضح لابني او انا اعرف ان الاي سمول لازم وانا بعمل الهاف سيركل لازم تبقى لمسه السطرين، لازم تبقى لمسه السطرين بالمنظر ده، بالمنظر ده لازم تلمس السطرين بالمنظر ده، لازم يعني ولا تطلع فوق السطرين ولا تنزل تحت السطرين. Again have a circle between the two lines like that وبعدين standing line like that ده اسمه A small. طب لو هم على الثلاث سطور هقول لك هيبقوا على السطرين دول، على السطرين دول. For example هقول له half a circle هيبقى لمس السطرين وبعدين ها standing line like that half a circle like that، ولازم تكون between the two lines لازم تكون لمسة السطرين، وبعدين standing line like that half a circle and standing line like that. ولازم اقول له كده وابين له خليه يلمس السطر ده والسطر ده، وده اللي قلناه هنا لازم اعرف يعني ايه المس السطر الاولاني، المس السطر الثاني، المس السطر الثالث بالمنظر ده، عشان خط الولد يطلع كويس، الهاند رايتنج بتاعه ما يبقاش مش تمام. طيب تعال نشوف لو هم سطرين، خلاص قلنا small letters بيبقوا معظمهم ما بين السطرين، هقول له يبقى half a circle between the two lines لازم ألمس السطرين، وبعدين standing line like that بالمنظر ده. Again تاني هقول له لازم تلمس السطرين، لازم تلمس السطرين بالمنظر ده and standing line like that
It's A small. طيب لما اجي اتكلم عن الـ A small اللي هو سطر واحد، هقول الـ A small مش هتنزل عن السطر، وبرضو كل الحروف عمرها ما هتنزل عن السطر الواحد الا خمس حروف هنعرفهم بعد كده. طيب يبقى لما اجي اكتب الـ A small اخليها فوق السطر بالمنظر ده، تلمس السطر اللي موجود عندي اللي هو السطر الواحد. Understanding the line like that. A small. شوف. Have a circle. And. Standing the line like that. ما تنزلش عن السطر الواحد ابدا. Have a circle like that. And. Standing the line like that. It's A small. So. A capital. A small. اوعى تقول A capital. A small. لا. الحرف. الاسم بتاعه. A. And the sound is a a a a a a a a apple a a apple a a ant a a ant. وهنا انا بتعلم الحروف، اعرف اسم الحرف وصوت الحرف، اسم الحرف وصوت الحرف، وبكده تكون نهاية حلقتنا النهاردة مع حرف الـ A. وانتظرونا إن شاء الله في الحلقة اللي جاية مع حرف الـ B. Thank you very much for watching. Don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell عشان يوصلك كل الحلقات في الكورس ده إن شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.